عندكم مراجعه. مراجعه شو؟ عند الدكتور عمار هو بالمخبر. يعني شو الموضوع؟ ما عندي معلومات، هو اللي بخبركم. جوا هو؟ ها طمنا دكتور، شو نتيجة التحاليل تبعنا؟ هلأ نتيجة الفحوصات واضحة جدا، واللي أنا شفته بالملف تبعكم إنه حضرتك وحضرتك مصابين بمرض اسمه التلاسيميا. شو هذا التلاسيميا؟ هلأ هاي الحالة نحن منصادفها عادة بالعائلة الواحدة، بس بالملف اللي قدامي ومن الأسماء اللي فيه ما نكون من عائلة واحدة. في قرابة؟ لا دكتور، نحن جيران، ما منقرب بعض. هلا أنتو حالة كتير خاصة، أنه ما نكون قرايبين وما نكون من عائلة واحدة وحاملين نفس الصفات الوراثية لهذا المرض. هلا التلاسيميا هي مجموعة من الأمراض الوراثية بيحملها المصاب وبينقلها لأولاده، وهي ما أنا نوع واحد، هي أكثر من نوع. ففينا نقول في عنا النوع الأول هو التلاسيميا الصغرى، وفي عنا التلاسيميا المتوسطة ألفا، وفي عنا التلاسيميا بيتا، وكل حالة من هاي الحالات إلى أعراضها وإلى نتائجها. هلأ أنتوا بحالتكم اثنيناتكم تحملوا تلاسيميا ألفا المتوسطة، فأنتوا هلأ إذا تزوجتوا، وأنا ما بنصح بزواجكم، رح يكون نتائجه إنه ما يكون عندكم أولاد. دكتور أنا يعني أنا بحياتي ما مرضت، يعني صار عندي شوية فقر دم، عم باخذ حب حديد، هي يعني شو يعني عم تاخذه باستمرار للحديد طبعا. عم يوصف لك إياه وما عملت أي فحوص بالمخابر قبل؟ لا يعني الحمد لله ما عانيت من شيء يعني، بس هذا ليش لحتى يعيق زواجنا هذا؟ هلأ هاي الحالة نحن بنسميها بتكون يعني حالتك اسمها حالة الحامل الصامت للمرض، يعني انت بتحمله بس ما انك عارفان فيه، لانه انت لسه ما انك عامل فحوص ولا بتعرف شو بتحمل بمورساتك. طب دكتور يعني هذا ماله علاج؟ انا بطلع بسفرها بعالجها باخر الدنيا. هلا هذا المرض وراثي وما له علاج، وما رح تستفاد وين ما رحت، لا هون ولا برا. كل شيء فينا نعمله نحن انه نتجنب الاثار الكارثيه لهذا المرض، وانه ما تتزوجوا من بعض، لانه في حال زواجكم من بعض انتوا الاثنين وحاملين هاي الصفات الوراثية لهذا المرض، بيأسفني خبركم أنه ما حيكون عندكم ولا ولد بالمستقبل، لأنه الجنين أكيد حيموت برحم الوالدة تبعه، وهذا اللي نحن بنسميه طبيا استسقاء جنين أو إملاص بيسموه، يعني إذا سمعنا هيك شيء. بس أنا ما بدي أولاد، ما بدي أولاد، ارفعي رأسك طلعي فيني، أنا ما بدي أولاد. إيه بس أنا بدي أولاد. لا تواخذنا دكتور يعني هالشيء اللي عم بيصير، بس أنا قرايبي عنده نفس هي الحالة وتجوز وجاب أولاد. صحيح صحيح. هلأ حالة قرايبك أكيد مانا مثل حالتك، لأنه هو نوع المرض اللي بيحمله بالمورثات تبعه بالدي إن إيه تبعه غير نوع المرض اللي بتحمله حضرتك والأنسة بالدي إن إيه تبعكم، فهو مثلا غالبا هو رح يكون حالته بنسميه التلاسيميا الصغرى، رح يجي نسبة من الأولاد مصابين حكماً، وفي نسبة تانية رح تكون صحيحة، وفي نسبة تالتي بتكون حاملة للمرض بس ما بيظهر عليها الأعراض، مثل حالة قرايبك إنه هو مصاب بالمرض بس ما نو ظاهر عليه الأعراض. بفهم منك دكتور إنه أنا ما فيني أنجب أطفال نهائياً؟ لا لا أنا ما قلت إنه أنت ما بيجيك أولاد، لا أنا قلت إنه أنت عندك إصابة والأستاذ فيصل عنده إصابة بالتلاسيميا بهذا النوع، إذا تزوجتوا بعض ما حيكون عندكم أولاد، لأنه الولد قلت لك شرحت لكم إنه حيموت بمرحلة مراحل الحمل. أما أنت حضرتك إذا تزوجتي من شخص ثاني غير حامل للمرض رح يكون عندك ولد واثنين وثلاثة، بس كمان لازم ناخذ حذرنا ونكون نعرف إنه ممكن يكون هدول الأطفال نسبة محددة منهم حاملة هذا المرض. طيب دكتور وأنا عندي نفس الحالة؟ إذا تزوجت من وحدة سليمة غير مصابة بالتلاسيميا رح يجيك أولاد، ورح يكون عندك ولد واثنين وثلاثة مثل ما قلت للأنسة صفا.
هلأ بالنهاية أنا اللي بدي أقوله إنه نحن هون بالمركز ما فينا نمنع زواجكم، بس نحن واجبنا إنه نتجنبكم النتائج الكارثية لهذا الزواج. فأنا بنصحكم إنه ما يصير زواج بيناتكم. طيب دكتور شكراً لك وعزمناك. هذا واجبنا، وبتمنى إنه تتعاملوا مع الموضوع بروية وطولة بال. نصيب الدنيا. الله يرضى عليك يا أمي حاجة. ماما ليش هيك؟ ليش هيك عم يصير معي؟ أنا ما صدقت إني حبيت، ما صدقت إني لاقي الشاب اللي أعشقه ويعشقني يناسبني وناسبه. ماما معقول يعني أنا ما بستاهل إني أفرح؟ لا يا أمي لا تقولي هيك، لا تحكي هيك. لك يا ماما شو بدك يعني أحكي بهالظرف الحقير؟ هاتيلي اثنين بالدنيا كلها عملوا هالتحليل وطلعت النتيجة مثل نتيجتي. كتار يا أمي والله كتار. مو مزبوط هالحكي، مو مزبوط. ليك كل العالم عم تتجوز وتفرح وتنبسط إلا أنا. شو قررتي أنت وفيصل طيب؟ ماما ما بعرف. ماما أنا بحبه كتير وهو بحبني، بس أنا كمان بدي ولد، وهو إذا قال لي إنه ما بده ولد بيكون كذاب وما رح صدقه. والله معك حق يا أمي، والله معك حق. طيب شو رأيك تتصلي فيه؟ وخلينا نقعد نحن وياه ونحكي. شو؟ هلا بحكي. ماشي حبيبتي، روقي روقي واهدي حبيبتي وطولي بالك. ايه يا عمري اذا الله منلاقي حل. مرحبا فيصل. يا ابني انا متعاطف معكم، وكنت بتمنى انه تعيشوا حياة كتير سعيدة، بس هيك مسائل كتير خطرة لازم نحكم فيها الحال. والحالة اللي انتو فيها هلا ما فيكم تجيبوا ولاد، اذا جبتوا ولد رح تجنوا عليه، وما بعتقد انه انتو اثنين بتوافقوا على هذا الشيء. أنا بعرف قديش بنتي صفاء كل عمرها بتحلم إنه يكون في عندها ولد، لأنه كتير حنون، وأكيد أنت مثل بنتي صفاء حنون. بس يا ابني قدام هذا الشيء يدينا مربطة، ما فينا نعمل شيء وما بدنا نجني على حدا. فالله يرضى عليكم، ما في قدامكم حل غير انه والله ما فيني اقول لك والله انا حبيتك مثل ابني. شو طالع بايدي يا ابني؟ ما طالع بايدي شيء، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ما في حل غير اللي انتو اثنين تكونوا قوايا وتاخذوا قرار، وكل واحد الا ما الله سبحانه وتعالى بعث له النصيب يلي بيوفقوا فيه.
كلامك مزبوط عمي، انت عم تحكي صح. قديش ساعدتك بالولد، وانا مستحيل وقف بساعدتك. انا عم بعمل هذا الشيء كرمالك، عم بعمل هذا الشيء لاني انا بحبك، وانتي بتستحقي انك تعيشي بسعاده، ومعي ما حتعيشي بسعاده. عمي انا اسف، عمي أنا بعتذر منك. أنا كنت بتمني إنه كلياتنا نعيش عيلة واحدة. أنا عشت معكم بحنان أبي وأمي، بس أنا شو بدي أعمل إذا كان القدر أكبر مني ومنكم؟ سامحوني، أنا آسف. شيء مو خلاص اتركوني. شلون عرفت انه هي صفحتي؟ شفت صورة الروضة والبوستات هيك بتشبهك. تشبهني؟ شلون يعني بتشبهني؟ يعني هيك فيها شيء من نفسك وروحك. عسي صفاء؟ نعم. ممكن اخذ رقم تليفونك؟ Thank you.
طلع حزنا مثل بعض تقريبا. يعني انت صعب وانا اصعب. ماني عرفانه شو بدي اعمل يا سما. دق لي قال بده يشوفني، شو ساوي؟ طيب ليش لا؟ روحي. صدقيني ماني قدرانه. صفاء حبيبتي روحي شوفي وضلي عم تشوفي، على الأقل بتجددي ذاكرة الفرح، مو مثلي أنا. أنا الذاكرة عندي وقفت من آخر مرة شفته فيها. إذا بدي أقلك أنا أحسن منك بكون عم كذب على حالي. أنا بتمنى أرجع شوفه ولو لمرة واحدة، بس بعرف إنه ما في أمل أبدا. معقول يا سما؟ معقول لساتك بتحبيه هالقد؟ ما بعرف شو بدي أقول لك هذا الشعور. هلا باعتبار إنه الأمل بالحياة المشتركة معه راحت، بس في شيء جواتي عم يقول لي إنه إذا شفته ممكن أكون مرتاحة. أنا عكسك تماماً يا سماح. حاسة حالي إذا بشوفه لفيصل رح أتعذب أكثر. طيب شو رأيك تحولي هذا الحب من حبيب لصديق؟ طبعاً إذا حاسة حالك إنك ممكن ترتاحي إذا شفتي، أو إذا صار معك أي موقف بالحياة فهو سند لإلك. بحاول. اسمعي مني وروح شوفي. يلي صار لا ذنبك ولا ذنبه، هذا قدرك مثل ما هو كان قدري.